السلام عليكم، أنا أحلام محمد روحي، قسم الهندسة الكيميائية سنة ثانية من جامعة العلوم والتكنولوجيا. مين هو المهندس الكيميائي وشو دوره بمجال الطاقة؟ طبعاً تتعدد مجال المهندس الكيميائي بمجال الطاقة لتشمل النفط، الغاز الصخري والطاقة المتجددة بالإضافة للطاقة النووية والغاز. طبعاً كثير مهم وجود عدد كبير من المهندسين الكيميائيين المتخصصين بشركات النفط والغاز. ليه؟ لأنه له مجال واسع بعملية تكرير النفط ومعالجة النفط بمجرد وصوله إلى سطح الأرض ابتداء بتصفية وتنقية الشوائب بعمليات معقدة وبسيطة انتهاء بوصوله لمحطات التكرير. بما أنه ذكرنا محطات التكرير فلا بد من ذكر دور المهندس الكيميائي بمحطات التكرير. المهندس الكيميائي بحكم دراسته المتعمقة والمتفصلة بمحطات التكرير وتكرير النفط والمنتجات البترولية فإله قدرة كبيرة على أنه يسيطر على المحطات التكرير. طبعا بالاضافه لانه المنتجات البتروليه والنفط بتحتاج لفحوصات ومختبرات عشان نطلع بالجوده المطلوبه او بالمواصفات المطلوبه لهي النفط الخام والمنتجات البتروليه. طبعا هاي الوظيفه بتكون للمهندس الكيميائي، هو بيقوم باجراء الفحوصات اللازمه للمنتجات البتروليه والنفط. يعطيكم العافيه. السلام عليكم، أنا شروق حسونة، هندسة كيميائية سنة ثانية. حابة أحكي عن معالجة مياه الشرب ودور المهندس الكيميائي في هاي العملية. هلأ فعلياً تنقية مياه الشرب بتنقسم لقسمين أساسيين، وهم التناضح العكسي وتحلية مياه البحار عن طريق التقطيع. هلأ فعلياً أنا دوري كمهندس كيميائي هو أني أشرف على المياه الداخلة والخارجة لمحطة التنقية، بالإضافة إلى أني أيضاً أوضع مخطط زمني بصيانة الآلات والمعدات في المصنع، أوضع أيضاً مخطط توضيحي بفصل كل إشي قاعد بصير عندي في عمليات المعالجة داخل محطة التنقية. وأكيد أنه أنا كمهندس بغض النظر عن مجال تخصصي لازم أني أيضاً أوضع حل لأي مشكلة ممكن أنها تواجهني مع مراعاة الظروف الاقتصادية والبيئية وغيرها من الظروف.